تخيل اخوان عمر زكي الكورفت ما ادري كم شهر صار لها عدي، وقبل يومين يلا اكتشفت هاي الشغله الغريبه العجيبه. هسه اراويكم شنو هاي الشغله اليوم بهذا الفيديو. قبل ما تعرفون الشغله لازم اشغل السياره. هسه هذا الصوت الرهيب الكلش حلو، هذا كله طلع والصلنصات ما مشيوله اساسا، اليوم راح نشيلها وصوتها راح يكون صدق مال وحش هالمره ان شاء الله اليوم. وقبل يومين يلا فكرت بالموضوع تخيلوا، فان شاء الله اليوم راح يصير الصوت يعني فتشي. شنو هذا؟ اذا هو هذا الصوت واني عبالي خلص مسوي لها مفلر ديليت ولعبانين بالصوت وانه رهيب، فما بالكم اليوم شلون لعد الصوت راح يصير لعد. بالو عمل بنزين عندي بس والله تستاهل يا اخي. فتتذكرون الصوت الرهيب مال التشغيل ومال الدوسات؟ اليوم راح يصير مليون مره احلى، مليون مليون، راح يستاهل مليون هم لايك. اعتقد اليوم يعني السياره حتصير مو بس الطقطق، يجوز حتى تطلع نار ما شاء الله، راح تصير فتشي خفشاري. كلش متحمس انه اشوف ايش راح يصير الصراحه، كلش متحمس. هاي عبد الله هسه راح يدوس لكم. هذا صوت السياره الستوك، هذا الى حد الان ستوك. بس مستحيل تصعد الا نحط لها 1000 خشبه انصى من لامبورجيني. الله يستر لا وراها وهم تصعد. لحظه تحرك، شو اللي بدك اياه؟ ويت ويت با با با، حطينا 1000 خشبه. اوكي اوكي، كل شوي نحط واحده قدام واحده ورا ونرجع ولي قدام، واخر شيء رجعناها ما قدرنا. فش قد حاولوا وما قدروا يرفعوها، فما ادري هسه لازم ادور على محل. وهاي ضاعت علي فوق النص ساعه، والرجعه للبيت فوق النص ساعه. وللعلم هاي اني بالتليفون قلت له ترى سيارتي فول ناصيه ودير بالك، وشرحت له كل شيء، قال لي ما توقعت لهالدرجه ناصيه سيارتك، فلكم ان تتخيلوا ايش قد ناصيه. اوف، بسبب الكورفت اصلا صرت خبير مال سياقه سيارات ناصيه للعلم. هسه اجيت على محل ثاني هنا اللي هم متخصصين بالمفلر، قال لي هاي القطعه للاسف موجوده إذا يشيلها يطلع لي تشيك انجن، والتبس لازم يتبدلون، وقصة طويلة. المهم للأسف إنه فشلنا بشغلة تغيير الصوت مال الاكزوست، وهذا كله وهو بعد ما شافه أصلاً إيش قد ناصية الصراحة. وصدقوني المحلات الثانية لو رايح عليهم لو ما هذا هو أصلاً مكتفي من المال، ما يحتاج فلوس وميت على فلوس، كان هسه ما قال لي هاي النصيحة، وكان يجوز كسروا لي الدعامية وفوقها يطلع لي تشيك انجن وراها. تخيلوا، وعادي ما يهمهم، أهم شيء ياخذون فلوس وإنه يسوون الشغلة اللي أنا كنت أريدها. أما هذا المحل متخصص وكلش حباب وأسعاره مناسبة، دائماً أجي له، فنصحني وأني ما أريد يطلع لي تشيك انجن أبد، ما يطلع لك تشيك انجن. فمع الاسف بالدنيا الكل يريدون فلوس، فيضحكون عليك يطلع لك تشيك انجن ما يهتم. وهو اصلا نجح لان انسان خلوق ومحترم ويستاهل صراحه، مكسيكي مرتب. وشو هسه اليوم سالت اصدقائي قالوا لي ماكو هيك شيء خليه يبقي لك اياه، هذا اللي بيه السنسر او السنسر نفسه يسوي لك اياه زب تايت، يربطه وراها وما يشيله، وانه تشيك انجن ما راح يطلع بهاي الطريقه، ولا تخاف واحنا سوينا هيك شيء. هاي سالت كل الخبراء هنا يشتغلون على سيارتين بنفس الوقت. طبعا اللي حيصير باختصار انه حنحاول نبقي هذه، او يجوز يبقي اربعتهم، بس طول ساعة ونص بيها، قال لي كلش صعبة لان هاي بيها الحساس، فاذا انشال الحساس يطلع تشيك انجن. هو لما انشاف اكو فيديو واصل مليون على اليوتيوب كلش فرح، وقرر ما يمشيني هيجي وانه يضحك علي، وقرر انه يساعدني او يسوي الشغلة الصعبة اللي ما كان يريد يسويها، اللي هي انه يبقي الاربعة تبس، اللي هو وقت اطول يطول ويعني راح يضوجه. المهم اريد صوتها يصير اسطوري، اذا هو هيجي ستوك والصوت رهيب يخبل، فما بالكم لما راح نشيل المفلر حيصير شيء اخ، راح تتخبلون. فهسه هذا الصوت اللي هو هذا لا شيء، راح تسمعون صوت بعد شويه احلى منه بألف مره. وحاليا الحمد لله بالداشبورد ما عندي ولا تشيك انجن ولا اي شيء، ان شاء الله وراها تظل هيك يا رب طول العمر. بس هو قال لي ماكو مشكله اقدر اشيل لك اياها او يرفعها، ان شاء الله يطلع صدق مو انه ما يقدر يرفعها. بس راح نحاول نصعدها، هو عباله راح تصعد، انا اتوقع ما راح تصعد الصراحه. انا ما دا اصدق بس شباب طلعت. الله وات شباب طلعت السيارة. كذاك ابد ما عبالي راح تطلع ابد ابد، بس هي هاي شغلتهم من سنين قلت لكم. راح اخليه يسمعكم صوت السيارة حاليا. يعني هاي هيك حاليا شيء بسيط وما داس هواي. خليني ادوس لكم. هاي حاليا
يعني ما اتوقع تطلع، هو كان واثق انه راح تطلع وصدق طلعت. يعني حتى تبديل المفلر بهاي كلش صعب، هو نفسه قال لي هاي تطول وانه هاي مختلفه عن كل السيارات. هاي الصبغه صدق ما يفتهم، شوفوا باقي اثار الصبغ كله، هاي كلها الصبغ انه منقط هنا، ايش قد ما يفتهم هذا الصباغ. هو شخصيا ابو المحل راح يشتغل عليها للعلم، لان صدق صعبه بحيث هو اللي يفتهم كلش. فهمتوا؟ حاليا دا يسوي في الطريقة يحط عامود بحيث يكمش كل التبس انه يظلون مكموشين بهذا العامود اللي دا يلزق بيهم. فالكورفت كلها اسرار وفيكات بحيث ما اعرف شنو هذا ينفتح فتشي ما ادري مال شنو. هاي حتى الهورس باور شوية راح يزيد. هاي قطعهم بالمنشار تقطع. يقول لي طلع بعد بيها سنسرات 4 مليانة حب اشكالات وتفاصيل هاي. فحاليا مثل اللي عندنا مشكلة الله يستر، وهاي اللي حكيت لكم عليها اللي هي من الجهتين موجودات. يعني حتى البايب مالتها التقويسة مالتها يختلف بحيث هم تاخذ وقت اكثر. هسه لازم يقصها. هسه دا يتأكد من الحجم وانه راحمين لو ما راحمين وهيج. فهذولا هذي وهذي الله يستر منهم لي يطلعوا لي تشيك انجن. وهاي المفلر تخيلوا كان اكو من عندها اثنين وكل واحدة ما ادري ايش ثقلها. اني ما احبهم على السيارة طبعا. يا ترى شنو النكست ستيب هسه؟ ان شاء الله بس يخلص الصوت راح يخوفكم. اي صدق شغلها هواية اكثر. هسه لا عبالكم خلص، بعد اكو همي انا قطع لازم اركب. هسه دا يشوف القياسات دا يشتغل من كل قلبه، حتى نظفها وهسه دا يصبغ لي اياها لوز اللوز، وما زال يصبغ لي بيها حتى القطار اجى. القطار الزين الى حد الان فوق الساعة ونص، هو قال لي ساعة ونص وانا قلت عبالي نص ساعة مثل باقي السيارات. هاي هسه الشغل النهائي. مرت اللخ شكو واحد اروح له اقول له انا عندي قناة ترى وهيجي. صراحة التعامل يقوم يعاملوك مثل الملك. هل قد ما تعبت اشوف شلون واقف خطية فاتح رجليه تدمر ورا تقريبا ساعتين ونص. هسه يلا خلصت، خلينا نشوف صوتها شلون. ما شاء الله كلش عالي. بس هسه لما حدوس بيها حتعرفون. اوكي هسه راح يدوس لكم شوية. اختلاف كلش كبير، الصوت هواية احسن صار. هسه تعال ننزلها ان شاء الله ما تطخ. هاي المفلر اخذها حتى لو تسوي لي 50 30 دولار عادي. بسم الله يا سلام، هسه الصوت احلى بهواية. هم زين ماكو لا تشيك انجن ولا شيء، كله تمام بيرفكت. والله ونزلت همينة ما شاء الله، هذول صدق يفتهمون شغلتهم من سنين ترى. يلا يعني اكو اختلاف. اخذ 200 دولار، انا الشغل بامريكا كلش غالي، العلم 200 دولار يعني يعتبر كلش زين بالنسبه للشغل اللي سواه الصراحه او الوقت اللي اخذه. صارت الطقطق ما شاء الله، بالدوسات الصوت تحسن كلش، اهم شيء ماكو تشيك انجن والاكثريه اكتشفت بهاي الدنيا الا تجبرهم الا تحكيهم هوايه او يشوفوك شخص مهم بهاي الدنيا او تفيدهم يلا يسوي لك الشيء اللي يفيدك او اللي انت تريده بالضبط، عرفته؟ واقدر بعد اخليها اعلى اشيل الريزنريتر والسوالف اللي قدام، بس مو زينه، بس ما انصح بيها ومو زينه للسياره حسب معلوماتي، ولو اذا اشيلها الصوت يصير فتشي مرعب الصراحه. اذا الصوت تحسوا كلش تغير، لو بس الطقطقات عجبتكم صار اكو طقطقه خفيفه يعني بالمانيوال يطلع الصوت هوايه احلى، فراح اسويها غير عادي واراويكم. ما شاء الله كره.
راح اسمعكم الصوت من جديد، نحطها على الام وبعدين الشفتات من هنا. وصلنا منطقتنا، نصير عقال هسه. ما شاء الله الصوت هواية تغير، كولد ستارت قريبا اسوي لكم اياه وتسمعوها تشوفون شلون صوتها يتغير. منطقتي دائما عاقل، فاريد ادوس هنا الصراحه بس ما اقدر ادوس، ما اريد اقعد او اضوج الجيران. فهم زين، خلصنا من هذول فوقها اثنين مو واحده حتى. فاكتبوا لي بالتعليقات رايكم على التعديل هذا البسيط، وان شاء الله تعديلات جايه بعد احلى واجمل واغلى واروع سيارات اروع ان شاء الله نقتنيها باذن الله الواحد الاحد، ونحقق احلامنا واحد ورا الثاني، وماكو شيء مستحيل، وماكو نعيم على الحلاقه الزينه. وشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو احلى واجمل، وانتظر تعليقاتكم، اعطيكم قلوب كالعاده، احبكم، صار لي سنين وياكم مستمر، ما قاطع ابد عليكم، حبا فيكم وحبا للنصايح، مو حبا انه انا اكون مشهور، ولا حبا بالفلوس وهاي السوالف، انما هي محفزات فقط. احبكم، اسعد نفسك بنفسك، احب الزين منكم، اللي انسان المحترم اللي يرضي والديه، الانسان هواي حكي بقلبي، المهم سعاده وطاقه ايجابيه، وهذا الشيء اللي انا سويته اليوم للسياره يعطيني ادرينالين اكثر لما اسوقها والله، وحتى بالسباقات راح تحسون بي وراح تتونسون اكثر. فانتظروا الفيديوهات الجايه، لذلك كونوا مشتركين بالقناه وفعلين زر الاشعارات، ونشوفكم على خير، في امان الله، مع السلامه. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.